صباح الخير ليا. صباح الخير نرمين، وصباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. صباح جديد ويوم جديد، ان شاء الله يا رب يحمل معه كل الخير وكل الحب وكل البركه، واخر يوم بالعطله استمتعوا فيه قد ما بتقدروا مع اهلكم ومع احبابكم ومع نفسي مع نفسكم اكيد. وعن جديد نهارك حلو نيري. نهارك حلو ليا، صباح الخير لك ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه. يوم جديد، يوم ربيعي هيك حلو بامتياز، لانه برد كثير ولا حتى برد يعني رمين برد بس حلو يعني ويعني في شمس حلوه، شوي شوي يمكن ترتفع درجات الحراره. واخر يوم بالعطله، جايين على بدايه اسبوع من العمل والامتحانات، يمكن قربت لطلاب الشهادات التاسعه والبكالوريا، فمثل ما بنقول مزح راح واجا وقت الجد. صباحنا غير ابتدى معكم، ولكن خلونا نروح لفاصل وبنرجع. يا بيا عاخديني على حي البياعين، ولا حبيبي بعيني بساحة الدلالين. يا بيا عاخديني على حي البياعين، ولا حبيبي بعيني بساحة الدلالين. ومتابعينا اكيد بصباحنا، وخلينا نروح جوله منوعه حول العالم. واكيد مع تطور التكنولوجيا صار الروبوت ياخذ مساحه كثير مهمه بتلبيه حاجات الناس. خلينا نروح ونشوف هالروبوت شو بيعمل ومنرجع. Thank you.
وخبرنا التالي ليا عن براءة الأطفال وشغبهم، وأكيد هيك في فيديوهات كتير بنشوفها على السوشيال ميديا بتجمعهم مع الحيوانات. خلونا نروح نشوف هذا الفيديو الطريف وبنرجع. وهلا خلينا نروح لقراءة سريعة لأبرز الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم. اليوم 7 أيار عبر الزمن وسنين، شهد هاليوم كتير من الأحداث اللي كانت مفصلية. قراءة سريعة لذاكرة هاليوم. بمثل هاليوم من عام 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما، وبعام 1920 تأسيس بنك مصر، وبمثل هاليوم من عام 1946 تأسيس شركة طوكيو لهندسة الاتصالات، وتغير اسم الشركة بعدين ليصير سوني، وكان أول منتج صناعي لها هو جهاز لطبخ الأرز. وبعام 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة واللي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني. وبعام 1992 الانطلاقة الأولى لمركبة الفضاء الأمريكية أنديفور. وبعام 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك. وبعام 2002 تحطم طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 843 بعد اصطدامها بجبل أثناء هبوطها بمطار تونس قرطاج الدولي. ومن أبرز الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1861 تاكور، وهو أديب وفيلسوف هندي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1913. وبعام 1939 سيدني ألتمان عالم كيمياء حيوي أمريكي حاصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1989. ومن الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1805 ويليام بيتي رئيس وزراء المملكة المتحدة. وبعام 2007 رياض الهمشري، وهو ملحن مصري. ومعلومات جديدة وغريبة يمكن تسمعوها لأول مرة بهل تعلم. هل تعلم بأن عين الفراشة تتألف من 17 عدسة، وأن كل عدسة من هذه العدسات لها قوة إبصار عين كاملة؟ وهل تعلم بأن أشجار الكستناء تعمر نحو 1000 عام؟ وهل تعلم بأن الذبابة المنزلية أكثر الحشرات خطراً على الإنسان لأنها تستطيع نقل الميكروبات والجراثيم أكثر من 30 مرضاً كالكوليرا، التيفوئيد، الجدري وشلل الأطفال؟ وهل تعلم بأن الزرافة لا تنام يومياً غير 9 دقائق فقط على 3 مراحل، أي كل مرحلة بمعدل 3 دقائق فقط؟ وهل تعلم بأن البحر الأحمر سمي بهذا الاسم نظراً لوجود أعشاب وطحالب ملونة بلون أحمر تطفو على سطح مياهه؟
وهل تعلم بأن الأخطبوط لديه 3 قلوب و9 أدمغة وأن دمه لونه أزرق؟ أخيراً، هل تعلم بأن الأفعى تستطيع الرؤية حتى بعد إغلاق جفونها؟ ومتابعين بصباحنا وأولى فقراتنا لليوم مع الفقرة الطبية، فالدوافع الإنسانية البحتة هي يلي قادت ضيفنا اليوم بصباحنا غير لإطلاق مبادرته يلي بتهدف من خلالها إلى خدمة المرضى الذين لا يستطيعون حتى أن يدفعوا ثمن المعاينة في ظل الظروف الصعبة يلي عم نمرق فيها. نرحب بالدكتور القادم من دبي لحتى يكون مع أبناء وطنه لحتى يساهم ويساعد بشفاء المرضى، دكتور وائل غندور، اختصاصي أمراض نسائية وتوليد. صباح الخير دكتور وائل. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. صباح الخير عليكم وعلى المشاهدين. صباح الخير. الله يسلمك يا رب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبدأ نتعرف من حضرتك على فكرة المبادرة وآلية التطبيق كيف راح تكون. يعني نحن عم نمر بظروف استثنائية، هي مانا أحسن ظروف، فلنكون أقوى من الظروف لأنه لازم نكون أقوى من الظروف شوي ونحط إيدنا بإيد بعض ونعدي هاي المرحلة اللي بدها تمرق أول عن آخر. فحبيت أطلق هاي المبادرة، هي مبادرة الدكتور غندور الإنسانية، سميتها إنسانية ومن اسمها، يعني الهدف منها مساعدة أكبر شريحة من الناس أو السيدات، مع أنه اختصاصي نسائية وتوليد، اللي مو قادرين يوصلوا للخدمة الطبية بأكبر قدر ممكن من المساعدة، ومجانا لفترة زيارتي للشام، طول فترة زيارتي للشام. تمام دكتور، يعني أكيد المبادرات الإنسانية يرفع لها القبعة، وخاصة يعني مع جيل شبابي مثقف وواعي يعنى بتقديم هي المساعدات، ولكن أكيد إيد وحدة لحالة ما بتزقف، أكيد في معك جروب، في معك داتا وصلت لسيدات اللي بحاجة للعناية الصحية النسائية، إن كان من توليد أو إن كان من معالجات أخرى، وخاصة يمكن التوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، سرطان الرحم إلى آخره. خلينا نحكي كيف تم جمع الداتا، كيف تم الوصول إلى سيدات فعلا هن بحاجة إلى مساعدة. هلأ نحن يعني كانت فكرة مبادرة أنه ساعد يعني محيط صغير بالبداية، لكن لما حطيتها على الفيسبوك انتشرت هالمرة، لأنه ما هي ما أنا أول مبادرة بالنسبة إلي، لكن ما كان في إضاءة إعلامية عليها. هالمرة على صفحتك الشخصية أو على صفحة يعني صفحة شغل هي. أوكي. الصفحة اسمها طب وشغلات تانية، مو بس طبية، فيها قصص رياضة وكذا، فحطيناها على الفيسبوك، لقيت عليها صدى كتير كبير. كنت مفكر انه بدي يكون لحالي، بس للأمانة الأعداد اللي اجتني المتطوعين، اي مش المتطوعين، قصدي أعداد المرضى، أعداد المرضى ما بتسمح لي انه أنا أغطي الموضوع لحالي. أوكي. موضوع طلع من إيدي كبر كتير. فطلبنا اول شيء مساعده، كان عندنا دكتور عبد الله ابو بكر قدم لنا العياده مجانا مشكورا، ومعي كمان هلا دكتور نعمة السيد كمان عم تساعدني لنغطي اكبر عدد من المرضى بنقدر نغطيه، يعني يمكن المرحله القادمه لا بدنا كمان حدا معنا، وعاده الاطباء السوريين ما شاء الله عنهم يعني جاهزين دائما يقدموا مساعده بدون اي مقابل. يعني لما عم بطرح الفكره كنت متوقع انه لا ممكن يكون فيها اخذ ورد، ولا حدا عم يستنى ليقول ايه، يعني الايه عم تطلع من قلبهم بصراحه، وهذا الشيء عن جد بكبر القلب. مجدد على السوريين، هي المبادرات يلي عم بتكون بمختلف المجالات، خلينا هيك نضوي اكثر على هي المبادره، نعرف طريقه تنظيمها. يا ترى في اشخاص يمكن سمعوا هلا عم يسمعوا بالمبادره لاول مره، فيهم سيدات ينضموا ولا الحجوزات كلها صارت؟ لا نحن لهلا كل السيدات اللي طلبوا مني موعد قدرنا لهلا نغطي، يعني الاسبوع الجاي تقريبا كله مغطى عندي، بس لسه في اسبوعين نقدر نحن نشتغل فيهم، وان شاء الله انا بدي احاول اشتغل لاخر يوم موجود فيه هون قد ما فينا نساعد، والبحصه بتسند جره يعني. طيب. بالنهايه ايد واحده ما بتزقف بس بتسند اكيد. اي ف يعني حطينا رقم للتواصل على الواتساب، اكيد على التليفون صعب كثير الموضوع بيكون، ف
فعم يتواصلوا معي على الواتساب، ما بعرف هلا بحطه بعطيكم اياه. ممكن تذكروا اذا بتحب. ماني حافظه. اوكي. ايه فبيتواصلوا معي على الواتساب ان شاء الله، وبيخبروني بس يعطوني هنت عن يعني هيك لمحه او فكره عن المشكله مشان اقدر احدد لهم قديش بدهم يضلوا معي بالعياده، هي العشر دقائق ولا نص ساعه ولا ربع ساعه. نعم. وعلى اساس ان شاء الله بيجوا بيتفضلوا ونحن بنقدر نقدم لهم الخدمه اللي هن بحاجه لها على قد ما بنقدر. تمام دكتور، يعني حكيت من شوي انه مو بس انه المرأة تكون حامل حتى نحن نهتم فيها، ايضا في حملات توعية كثير بنقوم فيها بالبلد، واليوم في مشاكل اكيد عم توصلك عبر الواتساب، عم تعطيهم فكرة كيف بدهم يروحوا لوين يروحوا يلجأوا، اذا فيك انت تتابع حالات. خلينا نحكي ابرز هاي الحالات منها، مثلا ذكرت انا من شوي سرطان ثدي، سرطان الرحم، ليف، اكياس، في كثير قصص يعني بدها توعيه. طيب انا راح احكي لك عن المبادره كيف نحن عم نشتغل فيها بشكل مبدئي. هلا نحن عم تكون الاستشارات اللي لها علاقه بالحمل والولاده والايكول الولادي هذول مجانيات. الاستشارات النسائيه واللي لها علاقه بامراض النساء، يعني مثل ما قلتي الأورام الليفية، المبايض وكيسات المبايض وتكيس المبايض، مشاكل الرحم، كلها عم تكون الاستشارات مجانية، بالإضافة أنه هي بنحتاج لإيكو، فالإيكو مجاني. هلأ أثناء تقييمنا بالعيادة إذا لقينا أنه السيدة بحاجة عمل جراحي، كمان العمل الجراحي أنا من جهتي رح يكون مجاني. المريضة رح تتكفل فقط بتكاليف المشفى، يعني مثلا القيصرية مدتها ساعة بالمشفى، مثبت هذا انه القيصرية بتكلف هالقد، القيصرية الكلاسيكية طبعا، يعني اللي احنا عم نقول انه اخذت ساعة ما كان فيها اي مشكلة، كانت سهلة والامور سلسة فيها وكذا، فهي بتكون مثبتة، مثبت سعرها بالمشفى. فنحن يعني ما رح ناخذ شيء ان شاء الله، المريضة بس رح تتكفل بهذا الجزء. فحملات التوعية هي لا بدها تكون أكثر، يعني بنتوجه بالميديا، ميديا وفيديوهات وكذا بظن بتفيد أكثر، يعني لأنه إذا بدي أنا أعمل حملات توعية على المستوى الفردي ما رح توصل لشريحة كبيرة. صفحتي يمكن فيها 7-8 آلاف واحد، لما بحط فيديو هيك بحس إنه لا قدمت شيء. لكن النصائح الفردية لا بتكون موجهة للفرد، فيعني بفضل اعملها هي فيديوهات، والفترة المبادره تكون موجهه للمعالجه بس. اوكي. اي نعم دكتور، مثل هيك مبادرات يعني هي بطور التنفيذ والتنظيم مع بعض عم بتكون بتحتاج مساعده، او هيك ممكن مثلا بحاجه تشبيك مع جهات معينه لحتى تكون هي المبادره المهمه الى صدى اكبر واكبر. والله شوفي هلا يعني انا ما بحب فكره انه اتعامل مع حدا، ما بحب، صعب علي الاوراق من زمان ما بعرف اشتغلها، فهي الشغلات بدها كثير تنظيم، فحبيت تكون مبادره لا شخصيه بس انا اعملها، ممكن مع اصدقائي، ممكن مع الاطباء اللي بعرفهم، عم حاول فوت اختصاصات ثانيه هلا لانه عم يجيني اصلا مشاكل من ناس عندهم شيء ما له علاقه باختصاصي. هي شغله، شغله ثانيه فكره المساعده والعطاء هي فكره بتكبر القلب بصراحه، انك تساعدي يعني بدون ما تستني اي مقابل، فماني حابب حدا يخسرني هذا الشعور الجميل بصراحه، يعني للامانه. وبهي المبادره ومبادرات قبلها يعني عملتها حسيت انه رجعت للبذره الاساسيه اللي خلتني ادرس طب، انه ليش انت صرت طبيب؟ لتساعد العالم. هم كنت صف الاول ولا صف الثاني، شو بدك تصير؟ بدك تصير دكتور. ليش؟ لساعد الناس، لساعد العالم. فللامانه هي الفتره بترجع بتعمل لي ريستارت للافكار، للمشاعر، للعواطف، ما بعرف، لكل شيء بحياتي، بس بتعطيني طاقه وامل. تمام دكتور، يعني دائما اكيد الواحد لما بيكون ميداني خلينا نقول، او عم يتواصل كثير مع الناس وخاصه بمجال الطب، بيلاقي هيك حالات شاذه، ممكن هيك نخبرهم للناس شو هي الحالات، او حالات خاصه اثرت فيك كثير، وممكن في حاله وحده خلتك تكفي بهي المبادره، وما بس هي تكون مره صارت، هي مره ثانيه وثالثه، وممكن توصل لمرحله موسعه اكثر. خلينا نحكي عن هذا الاحتكاك، وشو هو الشيء اللي خلاك انت تكفي بهي المبادره؟ هلا قلت لك الفكره، الشعور اللي بيعطيك اياه لما انت بتساعدي العالم هو اهم شيء،
واي حاله اي كلمه شكرا احيانا بتطلع مش من حدا، يعني ممكن هلا مثلا عندي حاله فيها عندها مشكله تشوه بالرحم، ماشي، بدنا نعمل لها عمليه لنصلح تشوه الرحم الخلقي لنفرض، اوكي، هي حاله كثير كبيره ما انا سهله ابدا، بدها تعتبر من اهم الحالات اللي بدنا نشتغلها بهالفتره ان شاء الله، لكن مو ضروري تكون هي السبب اللي نحن خلانا نكمل. احيانا بتكون عندي مريضه ما فيها شيء، خايفه، عم تقول انه انا ما بعرف شو عم يصير معي، خايفه يكون معي شيء وهي ما عندها شيء. احيانا بتعرفوا الستريس بيعمل مشاكل، فبتجي لعندي بمجرد اني طمنها وتقلي شكرا، الشكرا هي بتكون كثير من القلب، فبتخلي مو بتخليك تكملي مره، تعيديها مره وتنتين وثلاثه. فمو هي الحالة قديش هي صعبة، طبعا. على قد مو هي قديش أثرت بالناس، قديش أثرت بالمريضة والاستفادة. دعوة عظيمة، يمكن عن جد عظيمة. بتكفي أكيد. دعوة أم، دعوة مريضة، بالضبط. أنقذت يمكن شعورها وأنقذت حياتها بلحظة من اللحظات. عظيم هذا الشعور، عظيم، بخلي دائما الواحد يكمل بدون ما يفكر بالمقابل عن جد. دكتور، حضرتك من الاشخاص اللي عندهم بذره العطاء وبيحبوا دائما يعني يعطوا من قلبهم رغم كل الظروف. خلينا نحكي عن هي المبادره، اذا بتفكر لها هيك بترسم لها بعدين الامتدادات، ممكن يكون في شيء بالمحافظات امتداد الى، او تستمر مثلا موضوع الاستشارات ممكن اونلاين. والله فكرت فكره اونلاين، بس هذا ما راح، يعني هو انا نازل شهر اجازه شهر، وكل سنه عم بنزل شهر، فهذا الشهر عم حاول اذا بدي يعني روح على الاونلاين، بدي اخسر الريل بيشنت، يعني المرضى الحقيقيين اللي هن بحاجه مساعده. احيانا اونلاين بصير في يعني اخذوا عطى كثير، بياخذ وقت مرضى فعلا هن صحيح. بحاجه مساعده، وبالنهايه الاونلاين ما بوصل الفكره الحقيقيه اللي لازم نحن، يعني ممكن ما نخدم المريضه، نحكي 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 واخر شيء ما نخدم المريضه. لهلا هلا مع الوقت اكيد بده يتطور الموضوع. المحافظات الثانية بتمنى أنا لو بقدر، أنا يمكن إذا طلعت على اللاذقية مثلا شي يومين أو ثلاثة زيارة، أكيد هذا الموضوع رح يكمل ورح أعلن عنه، يعني على قد ما فينا، على قد ما فينا إن شاء الله بنقدر نخدم الناس. تمام، يعني اكيد الطب بسوريا هو نمبر 1 واطبائنا السوريين نمبر 1 باي رقعه بالعالم. الحمد لله مبيضين وشلون جد عن جد، الحمد لله عم يثبتوا جدارتهم، ولكن نحن بظل الحصار يلي مرقنا فيه صار عندنا شح بيمكن التطور التكنولوجي، خلينا صح. نحكي بهذا المجال، ولكن اليوم قديش مهم انه نحن خبرتنا الخارجيه ننقلها الى الداخل، يعني نساعد بالتطور ولو بشيء صغير حتى لو مو بين ايدينا، يعني هذا الشيء. والله يعني بتمنى لو بنقدر يعني نجيب شوي من اللي عم نشوفه برا اي لهون، لانه الموضوع يعني صار في جاب كبير حضاري او تكنولوجي مثل ما قلتي، لانه على مستوى الطبيب وعلم الطبيب وخبره الطبيب جراحيا ما في اقوى اكيد، لكن على المستوى التكنولوجي لا، نحن بعاد يعني صار العالم بمكان ثاني لأسباب يعني بنعرفها كلياتنا. حتى مو بس هيك، كمان الأدوية كمان عنا صار في حصار فظيع على الأدوية صح. ولكن يمكن في تركيبات محددة المعامل السورية رجعت قدرت أن هي تعود، هي فترة شوي. فترة رح تمرق وتعدي، ما في أزمة ضلت كل الدهر، يعني إن شاء الله يا رب. سنة سنتين ثلاثة، نحن واجبنا كلياتنا كسوريين هلأ نمد إيدنا لنساعد بعض، بس لنعدي هاي الفترة، لأنه حتعدي أول عن آخر، يعني الحرب العالمية قديش ضلت؟ 5 سنين 6 سنين، خلصت تاني خلصت، يعني بالنهاية كله بده يخلص. دكتور، حابين نستفيد من وجود حضرتك معنا ونقدم نصائح. طريقة عناية السيدة بنفسها صحيا يمكن بتختلف، أو الثقافة الصحية عم تختلف من مكان لآخر، وفي أمراض شائعة نسائية عند الكل وبالنسب بتكون كتير كبيرة، من ممارساتك يلي عم تكون بالخارج، خلينا نقول إذا في نصائح ممكن توجهها أو ملاحظات طبية شفتها اليوم لسيدات عم يكون مثلا تشخيصهم ما كتير صح بأماكن معينة، أو هنن عم يرتكبوا ممارسات خطأ فننوه عليها. هلأ يعني ممارسات خطأ بالنسبة للسيدة ما في، بس عم يكون مثلا في إهمال بمتابعات المراقبة لسرطان الثدي، المراقبة لسرطان عنق الرحم، يعني هي شغلات هي أهم شيء بصراحة، لأنه نحن عنا هدول المرضين هن بنقدر نوقي منهم، نقدر نتخلص منهم، نقدر
نكشفهم بأولهم بدون أي مشاكل، عم تجينا السيدة بمرحلة متأخرة بس لأنه هي ما عم تتابع مع طبيبها المتابعات الدورية، يعني تعمل إيكو وتعمل مسحة. قديش الفترة الزمنية لازم تكون لهي المتابعات؟ هلأ كل حالة إلى شيء، يعني كل حالة بشوف الدكتور إذا عندها بالعيلة في عندها مشاكل، في عندها ناس انصابوا وما انصابوا، عندها تأهب وراثي أو لا، هذا دكتور بيحدد لها، يعني سنتين أو كل أربعة أو كل خمسة، كل حالة نعطيها وقت. فبهالقصة يعني بس بدي أنصح الناس بس بهي المتابعات البسيطة، موضوع متابعة سرطان الثدي، المراقبة، وموضوع سرطان عنق الرحم، لأنه هدول من أهم السرطانات اللي فينا نوقي منهم، وجودهم كتير وسهل كتير الوقاية منهم بمجرد متابعة، زيارة للطبيب كل سنتين مرة. يعني أنا ما عم أقول كل يوم روح، كل سنتين. تماما دكتور، بما أنه عم نحكي بمواضيع كمان، خلينا هيك عم نشوف كتير الصبايا الصغار بالعمر عندهم كياس. تماما ليف، يعني في مشاكل كتير عم يكتشفوها بوقت كتير متأخر هيك، وخاصة يمكن اللايف ستايل الغلط يلي نحن عم نعيشها، الفاست فود، يمكن السكر زيادة وكتير من المشاكل. خلينا نحكي للصبايا الصغار، نحن كيف فينا ندير بالنا على صحتنا؟ كيف فينا نكشفهم بكير لهالكياس يلي هن عم يصيروا جزء من حياة الصبايا الصغار؟ يعني صحيح. خلص صارت عادي وجودهم بالجسم. هو للأمانة هو أصلا تكيسات المبايض يعني هي شيء منتشر جدا بمنطقتنا نحن ولبنان والعراق والأردن، فعنا نسبة كبيرة منها. ما قلنا إيد بالوقاية من الأكياس، الأكياس يعني في شيء وراثي بموضوع بتطلع وخلص موجودة بدنا نتعامل معها. اللي بهمني بالنسبة للصبايا الصغار اللي هني أكتر يعني أكتر شكوى أن تجيني إنه دكتور أنا عندي تكيسات. طب أوكي عندك تكيسات، أنت قريتي عنه؟ عرفتي شيء؟ عرفتي شو يعني تكيسات؟ بتقول لك لا بس عندي تكيسات لازم تنشال أو لازم تتعالج. هلا بالنسبة للتكيسات اللي هي مقصود فيها البي سي أو أو المبيض متعدد الكيسات، هي متلازمة. التكيسات فيها ما هي المشكلة، هي بتعمل شوية مشاكل ممكن أو ممكن ما تعمل، يعني ممكن تعمل بدانة، مقاومة الأنسولين، ممكن تعمل أحياناً تعمل حالات شوية صعوبة بالحمل، ما رح أقول عقم، تعمل شعرانية زايدة، تعمل حب شباب عند الصبية. وطبعاً الصبية أهم شيء بالدنيا بالنسبة إلى مرايتها، يعني ما فينا نستهين أبداً بهيك مشكلة. اللي بدي أقوله للصبايا أنه ما لازم يخافوا، الموضوع بسيط وفينا نتحكم فيه وفينا نحن نعالجه ونوقفه عند حده. لكن هل هو مرض خطير بده يدمر حياتنا؟ لا، نحن فينا نوقفه عند حده، فينا نعالج الأعراض تبعاته. هو ما هو مرض، هو عم يعمل أعراض تانية، ففينا نوقف الأعراض عند حدها. خلاص أوكي، في عنا شوية شعرانية زايدة رح نوقفها، في عنا شوية حب شباب رح نعالجه، تأخر مثلا أحيان بالإنجاب كمان بنعالجه، ما عنا أي مشكلة. فالسترس اللي عم يعيشوا فيه بسبب وجود التكيسات أحيانا، يعني عم تخاف أنه أنا دكتور إذا تزوجت ما رح أحمل، لا مو هيك. فلازم نوسع بس ثقافتنا، نقرأ أكتر شوي عن الموضوع. ما بعرف شلون بدي وصلهم من وين يقروا بالضبط، لأنه جوجل مصيبة. تماماً، يعني دكتور هاي النقطة كتير خطيرة، أنه نحن الإنترنت صار مباح بين إيدينا، وقيلوا وقالوا وأي شيء صارت يعني تماماً بتأثر يمكن، ويمكن قصص غلط نحن عم نقراها عبر الإنترنت. صحيح. اليوم وقتنا وصل لنهايته، بدنا نشكرك كتير دكتور، وكنت ناطرينك بحلقات جاية وهيك. الله يعطيكم الخير أكثر وأكثر، وأكيد نحن فخور ورينا بكل خطوة عم تعملها أنت وحضرتك، ولا أكيد الأطباء السوريين لكم كل التحية. شكرا لكم، يعطيكم العافية. بالختام بدنا نذكر بمبادرتك للدكتور وائل غندور، المعاينة للسيدات رح تكون مجانية بأمراض النساء والتوليد، يدوروا على صفحة حضرتك بلاقوا بوست في كل التفاصيل. بدنا نشكرك كتير، شكرا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. أما هلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات على الساحة المحلية العربية والعالمية عالمية مع زميلتنا شيرين. يسعد صباحك. صباح الخير نرمين، صباح الخير يا مشاهدينا. موجز لأهم الأنباء بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم. أصيب عدد من الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وذكرت وكالة وفاء أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قريوت وبيت دجن جنوب شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق. جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين يسعون لعزل روسيا واستعادة عالم أحادي القطب. وقال لافروف يتم حاليا تحديد مصير العالم، وما إذا كان سيكون أحادي القطب تحت القيادة الكاملة للولايات المتحدة أو أنه سيكون عادلا وديمقراطيا، مضيفا أن روسيا ستواصل مع الغالبية العظمى من دول العالم الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة لإقامة عالم تسوده العدالة. أجلت القوات الروسية وقوات جمهورية دانيتسك الشعبية مجموعة جديدة من المدنيين من مصنع أزوفستال آخر معقل للقوات الأوكرانية والمتطرفين النازيين في مدينة ماريوبول بجمهورية دانيتسك. وقالت وكالة نوفوستي أن المجموعة التي تم إجلاؤها تضم 50 مدنيا بينهم 11 طفلا، غادروا على متن حافلة صغيرة مجمع المصنع عبر ممر إنساني وفرته القوات الروسية وقوات جمهورية دانيتسك. وفي خبرنا الأخير، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدة عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية وأجهزة رادار. وقال بايدن سنوفر حزمة إضافية من المساعدة لأوكرانيا تشمل مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة رادار وغيرها من المعدات، محذرا في الوقت نفسه من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاذ، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية. ختام الموجز، والآن عودة إليك نرمين. شكرا لك شيرين، وأكيد مكفاين بباقي فقرات صباحنا غير وليا بعد أجواء رمضان والعيد. الروتين طبعا انكسر. الأعياد. الأعياد صح. عن جد مرقنا بأسبوعين من الأعياد وشهر رمضان المبارك، كان نهارنا كله مخربط، ليلنا ليل، لا نهارنا ليل وليلنا نهار. يعني في خربطة كان بالنوم بالروتين تبع يومنا، كان في هيك شوية مشاكل اللي تصير بعد العيد، بما انه هلا اليوم الاحد هيك بدايه اسبوع جديد والرجعه للشغل ونرجع لحياتنا قبل شهر رمضان المبارك. كيف فينا نرجع هيك ننظم حياتنا وكيف فينا نرتب اوقاتنا وشوي هيك نرجع روتيننا بس بشكل خفيف، ما نسميه روتين، نسميه شيء حلو. بدنا نرحب بخبيره علوم الطاقه غاليه البغدادي لنعرف اكثر منها كيف فينا هيك نرجع لحياتنا بهدوء. صباح الخير، كل عام وانت بخير حبيبه قلبي، وانت بالف خير حبيبتي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكي. التغيير دائما بنحكي كنا فيه انه هو ايجابي وضروري ببعض الاماكن، وقلنا بشهر رمضان الكريم هو فرصة لنتخلص من بعض العادات ونكسر روتين، ولكن خلصت الأعياد وخلص شهر رمضان الكريم وبدنا نرجع لحياتنا، بس في يعني عادات لازم نحافظ عليها وفي شغلات لازم نغيرها. خلينا نحكي عن هاي الآلية اليوم، كيف فينا نحن نعرف كيف بدنا نرجع هيك التوازن لحياتنا، شو اللي لازم نغيره وشو الشغلات لازم نرجع نحافظ عليها. تمام. هلا اكيد شهر رمضان المبارك بننسى يمكن كثير قصص او اعباء بتكون علينا قبل شهر رمضان، فبيجي هذا الشهر شوي يمكن بيعمل لك تغيير كامل بمواعيد الطعام، بالزيارات، بكل شيء، يعني بتحسي انه بيعمل لك تغيير كامل. يمكن انت يكون عندك قصص مضغوطه من قصص، عندك قصص كلها بتاجلي بتقولي لبعد العيد لنشوف شو بدي ارجع انا اعمل. احيانا بتجمدي كل شيء عندك لبعد العيد لحتى تبلشي شيء جديد. طيب انا عندي كثير اعباء وكثير قصص، كيف بدي اتخلص منها او كيف بدي ارجع لحياتي انا، ارجع بعد الاعياد بطريقه اكون انا عن جد عندي طاقه ايجابيه، كثير مرتاح بدون ما اكون مضغوط حتى، لانه نحن على طول بنلاقي او شفنا كثير الناس عم تقول هلا على الشغل ومضغوطين وصار في تراكم وصار في قصص. مزبوط هذا الحكي. طب هلا نحن بالنسبه لموضوع الشغل،
تمام. في أشخاص ممكن تكون ما أنا مرتاحة بشغلها أو عندها مشاكل أو في مثلاً خلافات مع حدا، أنا كيف بدي أرجع بعد الأعياد جدد هذا الشيء أو بلش أرجع من أول وجديد؟ لازم أول شغلة نعرف إنه نحن عطول بدنا نغير طريقة تفكيرنا. يعني أنا شيء كان صاير معي قبل ما بدي رد أرجع بلش فيه رد من أول وجديد، يعني رد مثلا أنا في انزعاج بيني وبين هذا الشخص، تمام؟ ما بدي رد أرجع لا يلا بعد العيد برجع بشوفه برد بدير وشي أو كذا، لا خليني يكون مبادر معلي ولو بكلمة مرحبا. أنا ما عم أقول ممكن يكون الشخص هو اللي غلطان، بس أنا ما عم أقول إنه نحن نقطع تماما، لا إنه يكون في مبادرة حلوة. يعني بحاول قدر المستطاع أني أنا ريح حالي، مجرد ما أنت سامحتي أنت بترتاحي. يعني قصة المسامحة أنا لما بقول للناس سامحنا شو بيفكروا؟ أنه لا أنا ما بسامح، أنا ليش لسامحه هو كان سيء. وقت بتسامحي أنت بترتاحي. فخلينا نفوت بهذا الموضوع أنه نحن عندنا مشكلة مزعوجين من حدا، مفوت منبلش بكلمة مرحبا، كون أنا المبادر. يعني لما أنت بتبادري الشخص إذا كان هو زعجك عن جد حيحس حاله أنه هو كثير صغير، بيقول لك انه هو انا اللي غلطت وهي سلمت. فانت هون بتكوني انت مرتاحه، بلشتي يومك بشيء ايجابي وبتحسي حالك انت عامله انجاز ومبسوطه انك انت عن جد قدرتي تكسري حاجز عندك. هلا على طول نحن عندنا اياها هي مشكله انه انا لا ما بدي اتنازل او ما بدي سلم او ما بدي امل، لا خلينا نبلش على طول بالتغيير. مو انا قلت لازم يكون في تغيير، يكون في تغيير جذري. يعني لما بقول تغيير نبلش انا اذا كان في خلاف مثل ما حكيت نصالح، بلش غير بشيء فيني انا. يعني عندي أطباع أني أنا كثير عصبية، بدي أقول لا هلا بعد الأعياد أنا بدي حاول غير، بدي حاول هيكون هدوء، بدي حاول كون روى، بدي حاول اسمع كثير. فكرة أني أنا اسمع كثير صدقيني هي بتمتص كثير من الغضب اللي عندك أو من هذا التوتر اللي عندك. نحن عندنا مشكلة أنه نحن ما منحاول نسمع، منحاول الشخص عم يحكي ونحن بدنا نحكي، ما عندنا هذا فن الاستماع. يعني انا لما بدي احاول اني لا بلش غير بحالي، انا بدي بس اقول شغله انه انا فيني غير اللي حوالي اذا انا ما تغيرت. يعني ما فيك تقولي هو سيء ولازم هو يتغير، لا بدك انت تتغيري لحتى الاشخاص الثانيين يتغيروا بحياتك. ولو كان حتى الموضوع بيحيجك احيانا للتخلي، التخلي هو ما نوع ضعف ولا له هو كسره ولا له هو شيء يعطيكي تعب، لا احيانا بيكونوا اشخاص موجودين بحياتك وهن عم يعملوا لك عبء او عم بيسببوا لك تعب نفسي، لا التخلي هو حيكون افضل طريقه لحتى تكوني انت مرتاحه ومتصالحه مع حالك. نحاول نكسر كل الروتين اللي كنا عايشين فيه وعم نحاول نضغط على حالنا ونكابر زيادة لحتى نحن نمشي أمورنا، لا نتعلم شيء جديد، نتعلم أنه لا معلي أنا في شيء زعجني أنا ممكن أتخلى. أكيد التخلي بدرجات، مو التخلي بأنه خلص يعني تخلى يعني لا فورا نعمل مشكلة ونقطة، أكيد لا، التخلي بدرجات. وحاول أنا بلش غير بحالي، شوف أنا حالي شو عندي شيء لازم غيره. هل أنا عصبية؟ بشتغل على هذا الموضوع. هل أنا بحكي كتير ما بسمع كتير؟ لا بدي غير، لازم اسمع. كل ما سمعتي كل ما كان الغلط عليك، الغلط على الناس الآخرين، لأنه وقت بتحكي وانت معصية ممكن تحكي كلام تندمي عليه كل حياتك. أما لما بتحاولي تسمعي أكثر حتكوني مرتاحة أكثر. عطول نحاول قدر المستطاع نبلش بالتغيير ولو بسيط، وحتى يمكن نغير بشي بداخلنا أو حتى بشكلنا الخارجي يلي هو كتير بيعطيك طاقة حلوة، بتكوني انت كتير مبسوطة، ممكن بطريقة لبسك، بلون شعرك، بأسلوبك. يعني خلينا نبلش صيفية حلوة، فصل صيف حلو، نكون بالفعل متغيرين، كل حدا يشوفنا إن عن جد أنتم متغيرين، بس متغيرين للأحسن. للأحسن. غالية يمكن هلأ من بعد عجقة الأعياد وعجقة هيك بتلاقي كل حدا فينا بحاجة إنه هو يعمل ريلاكس، إنه هو هيك شي أسبوع بس يقعد صفي ذهني وأقعد بالبيت. يعني فترة التلهايات إن كان بالمسلسلات إن كان بالطبخ إن كان بالطلعات والفوتات شوي هلأ خفت، اليوم قعدتنا بالبيت مع حالنا نحن كتير بحاجة إنه نعمل ريلاكس، بس في مننا بيقضي ريلاكس إنه هو نوم. بس الريلاكس هو فينا نحن يعني نعمل ريلاكس بطرق كتيرة لحتى صح. نريح جسمنا، لحتى نهدي أعصابنا ونتصالح مع أنفسنا أكثر. خلينا نحكي شو هي الطرق يلي فينا نحن هيك لحتى نجدد هيك حالنا شوي. تمام. هلأ حكيتي شغلة كتير مهمة، الناس بتفكر الريلاكس إنه أنا نام.
اكيد لا، يعني انت لما بتنامي انت بتوقفي كثير من شيء لازم انت تعمليه او انجازات لازم تعمليها. النوم بالعكس، النوم بيعمل لك خمول، يعني بصير انت بس بتفيقي وبترجعي بس بدك تنامي. هي شغله كثير غلط. نحن بنحاول نغير من طاقه المكان وحتى من طاقتنا، نغير نجدد بحالنا. اول شغله انا بدي اقولها، فتره الاعياد اللي هي كثير اجانا ناس على البيت وكثير اجانا ضيوف، طيب انا ما بدي نظف من الطاقات اللي كانت موجوده. الاشخاص اللي اجوا لعندي ممكن يكون حدا مريض، ممكن يكون صار مثلا نقاش حاد، ممكن يكون اشخاص عندهم طاقه سلبيه، طب انا شو بعمل؟ اول شغله لحتى اكون انا مرتاحه وطاقتي كثير مريحه ببلش ببيتي. كيف؟ اول شغله منخلي تنظيف البيت كله يكون نضيف شوية ملح. أنا وعم نظف بيتي مع المي ضيف شوية ملح، نظف كل شيء بالمي والملح. الملح بنعرف إنه هو كتير بيكسر من الطاقات السلبية، الملح الصخري أو البحري. أوكي. تمام. وبعدها شو بنعمل؟ بنحاول نفتح شبابيك البيت كله ونعمل بخورة صغيرة للبيت اللي هي بورق الغار. ورق الغار كتير مريح بالمكان وبالفعل بيكسر الطاقات السلبية الموجودة. يعني أنت بس تبخري بيتك شو بتحسي؟ بتحسي بالفعل بتقولي البيت ركن، يعني حاسة بهدوء جدا. هون بعدها شو فيكي بقى؟ بعدها فيكي تشوفي حالك، تشتغلي على حالك. كمان تاخدي دوش بملح. تمام. صح. اول شغله بنعمل دوش بمي وملح، يعني دوشنا العادي، بعدين ناخذ كمشه ملح فينا ندلك فيها جسمنا وبعدين نشطفه، او فينا ندوب مي وملح ونكته اكيد بدون الشعر، يعني بس على الجسم. بس نحط النيه، لانه على طول النيه تسبق اي عمل. يعني حتى وانا عم امسح بيتي بالمي والملح او عم بخر بيتي بقول على نيه تكسير كل شيء طاقات سلبيه كانت موجوده. وحمامي نفس الشيء، بعدها انا بقعد وبتصافى مع حالي وبقعد اعمل الشيء اللي انا بحبه. يعني احنا على طول بفتره الاعياد بفتره رمضان انت عم تعملي شيء، يعني انا فيني اقول 70% او 80% الشيء اللي عم بينعمل مو الك. يعني انت راقده مع العالم، عم تعملي واجباتك، عم تعملي امورك، مو شيء الك، بتحسي حالك انت منهكه. فصار الوقت اني انا اشتغل لإلي، اعمل الشيء اللي هو خاص فيني، اعمل الشيء اللي بالفعل بيعطيني رواق. شو اكثر شيء بتحبي ليا؟ يعني شو اكثر شغله ممكن تكوني قاعده لحالك تعمليها؟ يعني إذا زنقتينا بهذا السؤال اللي هو يمكن أنا أكثر العالم اليوم بحاجة إني أنا أطلع من جو إني أنا نام. يمكن الواحد بيكون عنده هيك شوي من الهدوء والسكينة والتصالح مع ذاته، ففورا هيك بتحسي كل شيء مرتخي وبحب نام أكثر. يعني أو أقعد مع ناس بحبها أكثر. تمام. هلأ حكيت شغلة كثير حلوة، إنه تقعد مع ناس بتحبها أو هي بحاجة للنوم. ليه؟ لأنه هو شغلة متعب نوعا ما، فبالفعل بتحس حالة انه هي اذا نامت عن جد جسمها كله ارتاح. بس شو بيقولوا عني انا رحمة؟ شو بيقولوا؟ انه قديش متصالحة مع حالي فورا، بس هيك يكون في هدوء فورا بغفى. كثير حلو هذا الحكي. يعني انت حدا متصالحة مع الناس كلها، مالك قازية حدا، مو بتحطي راسك على المخدة بتعدي بتتذكري شو اللي صار، او فبتحطي راسك وبتنامي. كثير منيح هذا الموضوع، بتنامي بس بعدها بتفيقي بتحسي حالك انت كثير منشطة، بدك تعملي شيء انت بتحبي. ممكن فنجان قهوة على رواق، ممكن ارجيلتك على رواق، لشيء انت تكوني مبسوطه فيه. قد ايه حلو هذا الاحساس، قد ايه حلو انه انا خلي وقت الي اعمل فيه يعني شيء فيه يلي انا بحبه، يعني اعمل الشيء اللي انا بعد بحبه. عن الموبايل تماما، نطفي الموبايلات، نبعد، نشعل موسيقى انا بحبها، ممكن اجيب ورقه وقلم، اكتب الايجابيات تبعي والسلبيات تبعي، يكون صريح مع حالي، انوي، حط النيه، النيه تسبق اي عمل، حط النيه انه انوي التغيير للافضل. تمام. واكتب شو الشغلات السلبيه اللي مرقت معي، شو الشيء الإيجابي اللي مرق معي، شوف قارن الإيجابي أكثر ولا السلبي أكثر، وبلش حط خط على الشيء اللي أنا لازم غيره، أو هون أنا غلطت فيه، لازم أنا كان في غلط هون معين لازم أنا أشتغل عليه. نشتغل بهي الطريقة عن جد بتحسي حالك أنت جدا مرتاحة، لأنه أنت أكثر لحظة بتكوني فيها صريحة مع حالك، وحتقدر تحكي سلبياتك بكل رواق لأنه ما في حدا قدامك، فحتكوني كتير بهي الحالة اللي أنت متصالحة مع حالك. بس مو بطريقة جلد الذات اللي هي أكيد كتير لا. بطريقة تصليح اني انا بدي اشتغل على الشيء الصح. هلا الجلد الذات اكيد مو هيك، جلد الذات هو بيكون على طول انت بتلومي حالك انه انا عملت هيك، انا سويت هيك، انا ليش هيك، انا هي هي جلد الذات. اما انا لما اكتب ايجابياتي وسلبياتي واطلع كان في شيء سلبي هون انا قادره اصلحه، كان في شيء ممكن مثلا انا تصرفتهم بطريقه غلط انا قادره اصلحها، اطلع وصلح، بس مو اطلع ولوم.
يعني هي طريقة اللوم هي هون أنا وكأني عم أجلد حالي، شو بعدها بيصير الحكي إنه أنا فاشل، أنا ما فيني أكون مع ناس، أنا صعبة حياتي، أنا كذا، لا أكيد لا، نحاول نطلع على السلبيات ونحاول نصلح الشيء اللي أنا بقدر صلحه وأمشي على الإيجابي اللي أنا حابة أكون فيه وحس حالي وكأني بقلب الحدث. يعني أنا ناجح، مو بقول أنا يمكن أكون ناجح أو رح أكون ناجح، لا أنا ناجح. حطي حالك بقلب الحدث، أنا نشيط، أنا سعيد، أنا أي شيء، حطي حالك وكأنك بقلب الحدث وعيشي الحالة، هي أكثر شيء رواء بخليك عن جد تكوني مرتاحة. طيب فينا نقول يعني بالختام في فترة هيك بنسميها نحن الذهبية قبل النوم، نحن دائما شو الإشارات اللي مفكرين أو مارقين فيها بنفس اليوم، ممكن في أشخاص بيقول لك كل الأفكار طلعت ببالي أو بضل الواحد بيفكر بطريقة كثير سلبية بفيق ثاني يوم حامل هي الشحنات السلبية كلياتها لتاني يوم، فخلينا نحكي عن هاي الفترة قديش مهمة وكيف الواحد في يعني يستثمرها بطريقة صحيحة لينتقل ليوم تاني. تمام، هلا أنا على طول بقول لهم في شيء عنا اسمه قانون الجذب، فنحن على طول الجذب اللي عنا على طول، أول ما بتفكري بالجذب إمتى بتفكري فيه؟ بتفكري فيه أو أهم نقاط بقانون الجذب اللي هي إنه بيقولوا لك قبل النوم وترديد الفكرة. هلا الفكرة هي اللي قبل النوم هي أنت بتنامي بس عقلك الباطن بضل بيشتغل عليها، فقديه حلو إنه نحن ننام بهدوء، ننام ونحن عم بنفكر بطريقة إيجابية. يعني فكر أو اتخيل حالي بمكان حلو، اتخيل حالي أنا ناجح، اتخيل حالي إذا كان لا سمح الله عندي حالة مرضية أنا شفيت تماما. تخيلي على طول ورددي قبل ما تنامي الشغلات الإيجابية، لنكون سلبيين قبل ما ننام لأنه عقلك الباطن مثل ما بتفكري بيشتغل عليها طول الليل، فلا ننتبه لهذا الموضوع. وأول ما في الصبح يعني في بابتسامة حلوة وردد وقول نهاري كتير حلو وكمل أيامي. تمام غالية، نحن كتير بدنا نتشكرك ونتمنى هيك حياة كلها ريلاكس ورواق ونبلش هيك حياتنا كل يوم يعني نحسه هو بداية جديدة لألنا كلنا. نتشكرك كتير، شكرا نعد عليك يعني حبيبتي. شكرا كتير لك غالية وكل طاقتك الحلوة اللي دائما ترافقينا فيها بصباحها. حبيبت قلبي شكرا. أما هلأ ليا خلينا ننتقل لمادة جديدة من مواد صباحنا، غير مع التقدم التكنولوجي بالتصوير واستكشاف الطبيعة ومعرفة عمر الآثار والبيئة المحيطة، ولكن في هناك عم تكون أماكن بتشير إنه في حضارات مرت عبر الزمان ولكن غامضة. خلونا نتعرف بالتقرير التالي على أكثر 10 مناطق أثرية غامضة حول العالم. أكثر 10 مناطق أثرية غامضة حول العالم. مع التقدم التكنولوجي في التصوير واستكشاف الطبيعة ومعرفة عمر الآثار والبيئة المحيطة بها، يصعب تصديق وجود أماكن في العالم لا نعرف عنها أي تاريخ، رغم وجود أثر تدل على وجود حضارة رائعة بها. وفيما يلي أماكن أثرية واضحة للغاية أنها من صنع الإنسان، ورغم ذلك لا توجد أي معلومات مؤكدة عن هوية من أقام هذه الآثار سواء شعباً أو أشخاصاً. وهذه أكثر 10 مناطق أثرية غامضة حول العالم، وبداية هذه الأماكن من خطوط نازكا تقع في بيرو. هي عبارة عن سلسلة ضخمة من الرسومات بالقرب من ليما في بيرو، يصل عددها للمئات من الرسومات من جميع الأشكال والأحجام ومستويات التعقيد. لا توجد معلومات دقيقة حول من رسم هذه الرسومات، لكن هناك بعض التكهنات أوضحها أن شعب النازكا رسمها للتقرب لآلهتهم ليشاهدوها من السماء. نصب ستونهونج يقع في إنجلترا، يعود تاريخ إنشاؤه إلى وقت ما بين 3000 و2000 ما قبل الميلاد، وهذا النصب هو ما بقي من دائرة عملاقة من الحجارة المرصوصة. لا يزال سبب هذه الحلقة الضخمة من الحجارة غير معروف. ومن أكثر التكهنات معقولية أن هذه المنطقة هي منطقة للدفن، لكنه لا يفسر سر هذه الحلقة الضخمة. منطقة بوما بونكا تقع في بوليفيا، وهي جزء من معبد كبير في تشوانكا، وهو موقع أثري، ويعتقد شعب الإنكا أنه المكان الذي بدأ فيه العالم. يحتوي على كتل بناء حجرية ضخمة، وليس من الواضح كيف تم نقل تلك الكتل الضخمة ولا تركيبها فوق بعضها البعض. جزيرة موي أو جزيرة الفصح، وهي مشهورة بوجود تماثيل حجرية ضخمة للشعب الذي سكن الجزيرة، والغريب فيها أن الرؤوس ضخمة للغاية
تصل لأكثر من ثلث التمثال نفسه، وأطول موي يزن 75 طناً. والأغرب هو قدرة الناس على نقل التماثيل في أنحاء الجزيرة بطريقة غير معروفة، ولكن تلك التماثيل الآن بين أكثر التماثيل شهرة في العالم. تهل الجرار يقع في مدينة لاوس، وهو مشهد أثري عملاق يتكون من جرار حجرية ضخمة يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار وتنتشر في تجمعات ضخمة. يعتقد البعض أنها كانت تستخدم في تخزين الخمور أو جمع مياه الأمطار، ويعتقد آخرون أنها مواقع للدفن، لكن لا يزال الغرض الفعلي غامض ولم يتوصل له أحد. تيوتيوهوكان، وهو موقع أثري قرب مكسيكو سيتي في المكسيك، يمتد على مساحة 20 كيلومترا مربع، ويمتلئ بالأهرامات. كان مركز حضاري ضخم، وقد تعرضت المدينة للتدمير ثم تم احتلالها من قبل الأزتيك، وأطلق عليها هذا الاسم في عهدهم، ومعناه مكان الآلهة. ومن غير المعروف من هم بناة الأهرام، ولكنها موطن لهرم الشمس، وهو واحد من أهم الأهرامات في العالم. بعلبك، مدينة بعلبك هي موطن لأكبر معبد روماني على الإطلاق، وقد تعرض للتدمير على يد الإمبراطور البيزنطي، لكن من بين أنقاضه وجود تمثال لامرأة حامل، وهو أكبر تمثال مستخرج في أي وقت مضى، وهو كتلة ضخمة من الجرانيت، ولم يعرف حتى الآن كيف تم نقل هذه الكتل ولا موقعها في المعبد. فهل يمكن أن تتصور مدى غرابة هذه الأماكن والآثار، والتي رغم روعتها وبهائها وعظمتها لم تشير إلى من بناها بشكل واضح؟ ومتابعينا أكيد بصباحنا، وضمن خطة دمج التكنولوجيا بالتعليم، مديرية التربية البلدية بتعاون مع مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية أقامت تدريبات للطلاب لزيادة قدرتهم التكنولوجية للدخول إلى المسابقات العالمية. خلينا نشوف بالتقرير التالي. تقيم مديرية التربية باللاذقية وبالتعاون مع مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية تدريبات لتقديم أكبر خدمة للطلاب بعد احتضانهم وتجهيزهم علميا وضمهم لفرق معلوماتية وفيزياء ورياضيات وكيمياء، وزيادة قدراتهم التكنولوجية للدخول إلى المسابقات العالمية. مهمتنا هون طبعا بعد احتضان الطلاب وتجهيزهم علميا وتدريبهم على أشياء أعلى من المنهاج، يعني ممكن تتخطى معلومات جامعية، معلومات صعبة جدا، لتجهيزهم للدخول بغمار المسابقات الدولية. عم نجهز لعدة فرق، عندنا فرق معلوماتية، عندنا فرق فيزياء، فرق رياضيات، فرق كيمياء، كلها عم تستعد ولحتى تدخل بالمسابقات العالمية. نحن طبعا دخلنا وجربنا وأخذنا جوائز، وطلابنا كانوا قد المسؤولية بكل تأكيد. صار في تشبيك كتير كبير بيننا وبين مركز الفيزياء التطبيقية. طبعا المركزين هدفهم واحد، هو يعني تقديم أكبر خدمة لطلابنا لحتى يحققوا مراكز بالمسابقات يلي عم يشتركوا فيها. طبعا نحن كدمج تكنولوجيا بالتعليم نحن بنقدم لهم البنية اللوجستية، زائد كوادرنا نحن كمدربين ممكن يساعدوا بتدريب وتأهيل طلابنا لزيادة قدراتهم التكنولوجية للطلاب، وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا لحتى تقدر تزيد من قدرتهم على المشاركة الأسرع بأي مسابقة عالمية بتكون أونلاين وعبر الإنترنت. شاركنا بمسابقة Purple Comet Math Meet، طبعا هي المسابقة شارك فيها طلاب المركز يعني، والحمد لله حققنا نتائج كويسة. طبعا هي المسابقة بتدعي لنا يعني بكثير من الفوائد، انه نحن ننمي معارفنا، وطبعا احنا هون بالمركز جايين منشان نستفيد من الخبرات الموجودة هون. نحن طلاب المركز شاركنا بالمسابقة اسمها Purple Comet Math Meet، المسابقة العالمية للرياضيات، وضلينا وقت طويل يعني عم نحاول فيها، وحققنا نتائج كتير كويسة يعني على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم. طبعا المسابقة اللي شاركنا فيها كانت مسابقة الفرق اللي مركزها كان بأمريكا، وبيتم إدارتها يعني من، وهي من أكبر المسابقات بالعالم يعني.
ودربنا عليها كتير منيح، وكان العمل كفريق كتير شيء حلو بهالمسابقة، وهو أحلى شيء يعني، ويعني إنه كان حلو قد جمال النتيجة وقت اللي أخذناها. تأتي هذه التدريبات ضمن خطة دمج التكنولوجيا بالتعليم بعد التجربة الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تم الحصول من خلالها على 18 شهادة تقدير. وإلى حمص، حيث أقيم حفل ترفيه بمناسبة عيد الشهداء. خلونا نتابع. بمناسبة عيد الشهداء أقامت غرفة سياحة المنطقة الوسطى حفلا تكريميا للأطفال من أبناء الشهداء، وذلك بحضور فعاليات رسمية واجتماعية في فندق سفير حمص. سعيد لأنه شايف الفرحة على وجوه الأطفال، وجميل أنه أنت تخرجيهم من الجو اللي ونحن الحقيقة عرفان منا بالجميل لأبائهم اللي ضحوا من أجل حرية وكرامة هذا البلد، شو ما قدم له الواحد بيوم أصار. الفعالية تضمنت فقرات متنوعة من أغاني وأنشطة تفاعلية وعروض فنية ورياضية، إضافة إلى توزيع هدايا للأطفال. نحن كل سنة منقدم فقرة موسيقية لتوزيع الشهداء، وهذا أبسط ما يمكن أن نقدمه لأطفال قدموا دماءهم فداء الوطن. الأطفال تفاعلوا مع الأنشطة التي رسمت الفرحة على وجوههم. بسطنا كتير بهاي الفعالية، بشكر الكل اللي اجتهدوا معنا بهاي الفعالية، والله يرحم شهدائنا جميعون، وبتمنى أن تضل هيك سوريا فيها بخير وفيها سعادة. شكرا على هاي الفعالية، والله يرحم كل شهداء سوريا. التكريم يأتي كعربون وفاء وتقدير لتضحيات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لصون عزة وكرامة سوريا. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص. وبما أنه نحن بفترة الامتحانات، شو عندك حلم أنت؟ في عندي كنت عم نحكي تحت الهواء، يمكن بحس نص الناس عندهم يا أنه أدسلنا تاركين البكالوريا أكثر من 10 سنين، فدائما عن هذا الحلم بيرجع كل فترة أنه أنا إجا الامتحان وماني ملحق وماني دارس، يعني دائما يعني هذا الشعور عند أغلب الطلاب. وبما أنه هلأ قربنا للفحص النهائي، ودائما هيك بعد ما نأخذ البكالوريا بنكتشف أنه نحن كتير خفنا زيادة، كتير ارتعبنا زيادة، بدها شوية تنظيم وقت، بدها شوية تكتيك دراسي منيح يعني، وأكيد نجيب علامات مثل ما بدنا وأحسن. كيف فينا نحن ننظم حياتنا؟ كيف فينا ننظم وقتنا؟ واليوم بدنا نخص مادة رياضيات يلي هي شوية مشكلة رعب عند بعض الطلاب، مع أنه هي من أكثر المواد الممتعة وبتستمر معنا بحياتنا المهنية، ويمكن لحتى نكبر ونكبر كل يوم نتعلم عن الرياضيات أكثر وأكثر، هي كتير بتفيدنا. رح نحكي بكتير مواضيع بتخص كتير من الطلاب، عن يعني تكنيك دراسي بفيدكم. تابعونا مع المدرسة رائدة بعكر. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. أهلا، صباح النور، يسعد صباحكم، وفطر سعيد بالبداية، وكتير أنا سعيدة مني أنا موجودة معكم سعد. حبيبتي شكرا لكم، إن شاء الله أنا بقدر فيد هالطائفة اللي هني هلأ عايشين بهذا التوتر، بهذا القلق النفسي، إن شاء الله نقدر نحن نساعدهم ونقدم لهم بعض النصائح اللي بتقدر تفيدهم قبل الامتحان وبعد الامتحان وأثناء الامتحان. نعم. من أكثر الأغلاط. يسعد صباحك. خلينا هيك قبل ما نفوت لمادة الرياضيات، هلأ نحن بوقت تقريبا اسبوعين ثلاثه عم يفصلنا عن الامتحان، في جداول هيك بيكونوا معلقين الطلاب على الحيط، يمكن بغيروها بيعدلوا عليها، في اشخاص ملحقين اشخاص مو ملحقين، ولكن هي الفتره اسمها الاستعداد للامتحانات. خلينا نحكي كيف نحن فينا نستثمر هي الفتره بافضل ما يمكن. طبعا نحن اهم شيء نحن ندير وقتنا، عندنا يكون اولويه للوقت، تنظيم الوقت، ونخصص اوقات مناسبه للدراسه، اوقات نحن بتساعدنا على الاستيعاب، تكون نحن بزمن نقدر نحن نستوعب هي المادة، سواء مادة الرياضيات كما حكيت حضرتك أو بأي مادة كانت، هو التنظيم، تنظيم وقت الدراسة وخلق جو من الدراسة وعدم
التشتت الداخلي والخارجي. للأسف قرب الامتحان ببلش الطالب وكأنه غول الامتحان وكأنه كارثة حلت على هذا الطالب. فنحن بطريقتنا لازم ما نخلي الطالب أنه قرب الامتحان. وأكبر غلط للأسف نحن بنرتكبه بحق طلابنا وأغلاط كثيرة أنه الامتحان امتحان الامتحان. طب كلمة امتحان شو يعني؟ يعني أنا لازم اتوتر؟ لازم أعمل طوارئ؟ لا، الامتحان ركز باللحظة اللي أنا فيها، لأنه الامتحان هو شيء بالمستقبل، شيء هو قادر أني أنا من خلال هالامتحان هذا قرر مصيري وقرر هدفي. فبالتنظيم وإدارة الوقت وحط النية أن هالمادة اللي أنا عم بقرأها مو هي مادة شيء للهدف منها، ليش أنا بدي أقرأها؟ للأسف طلابنا بيقرأوا بس لمجرد أن نقدموا الامتحان ولمجرد بس أن هني خايفين من الامتحان. لا، نحن بنقرأ لنعرف هدفنا من هالكتاب هذا. الكتاب هو ليش حطوه؟ ليش الوزارة قررته علينا؟ يكون في عندي شغف وإصرار وإقدام لحتى أنا أقرأ هذا الكتاب وما أنساه وركز عليه، مو مجرد أنا خلص الامتحان زدته من هون. لا، نحن بننظم وقتنا وبيكون عنا إصرار وشغف لنعرف هدفنا من هذا الكتاب، سواء كان علمي ولا أدبي. أصلا نحن بالحياة في امتحان. تماما. يعني خلينا هيك نركز شوي على مادة الرياضيات اللي حضرتك بتعطي طلاب تاسعة وبكالوريا، ونركز شوي على طلاب البكالوريا يلي عنده رعب من مادة الرياضيات، وهي مثل ما ذكرت أنا من شوي إنه هي شيء كتير حلو وممتع وبيستمر من أكثر المواد اللي بتستمر وبتلزمنا بحياتنا المهنية. اليوم إذا عنا طلاب ما نون ملاحقين، ما نون مخلصين، عندهم شوي تشتت، ركزوا بمواد يمكن تانية والرياضيات كانوا عم يأجلوا يأجلوا يأجلوا، شو هي الخطة الصحيحة لحتى يستعيدوا قواهم بمادة الرياضيات؟ كيف ينون يمكن يبلشوا بأي كتاب الصح أنه هنن يبلشوا؟ شو هي الطريقة يبلشوا فيها بشكل صح؟ أول شيء الطالب هو اللي بيحط هدفه وبيحط خطته لحتى يدرس. ما فيني أنا أقول له طالب أنت منك ملحق هون عم بعطي إيحاء سلبي. نحن ضد هذا الإيحاء السلبي. كل طالب الله معطيه قدرة ومعطيه عقل ومعطيه خروقات بعقله، ما لازم قل له أنا أنت منك قادر. طالما أنا نظم وقتي بعمل خطة دراسية، ونحن اليوم في عصر كتير حلو في تكنولوجيا كتير حديثة، هي تقنية القراءة السريعة اللي أنا بقدر من خلالها فوت بالخريطة الذهنية ونظم موضوعي ونظم هالكتاب هذا اللي أنا بلقي صعب. ما في شيء صعب على العقل وقت أنا بتعامل بالعقل بالطريقة اللي هو متشكل فيها. فأي كتاب سواء رياضيات برجع بقول لك أو علوم أو أي مادة، إذا اعتمدت على الخريطة الذهنية في طريقة حفظه وكيف قراءة، طبعا كيف القراءة السريعة، قصدي إنه هو يأخذ كل فصل بفصله، شو في بهالفصل، شو العناوين الرئيسية، شو العناوين الفرعية الأفرعية الأكثر الأكثر الأكثر، بحيث أني أنا ركز بهذا الكتاب، لأنه مخنا بيعتمد على المعلومات الكثيرة وليس كل ما عمقتي كل ما شتتي. فنحن بنعطي فكرة عامة عن هاي المادة، وأنا متأكدة بالتكتيك والتقنيات ما في شيء اسمه حفظ، مخنا قادر يستوعب. رب العالمين عطينا قدرة خارقة نقدر نحن ننظم دراستنا، وأكيد رحنا ما في شيء أنا ما بلحق عندي طالب. طالب لازم يلحق طالما هو عم يدور وقته وعقله ويعتمد على الخرائط الذهنية أو قدرة العقل اللي الله أعطانا إياها. وأكثر شيء هو أني أنا ما أتشتت وما أقول أنا ما بلحق رفيقي، ما لحق أنا، ما لازم لحق. لا، طالما أنا في عندي تقنيات أقدر أمشي عليها، وأهم هي التقنيات اللي أنا بقدر أمشي عليها، حط هاي المعلومات من أهم التقنيات، حط هاي المعلومات بأماكن صورية بعقلي. يعني المعلومة اللي أنا ما بقدر الحق أحفظها، ما في شيء ما بنقدر نحفظه، بحول معلوماتي إلى صور. هاي الصور مخنا بيفهم بالصور أكثر. ممكن أنا أعمل صورة كاركترية فيلم، وزع معلوماتي بهالفيلم هذا كأني عم بحضر فيلم. أنا فوت على فيلم، تعال هلا قليل للطالب او لاي طالبه حكي لي فيلم، بحكي لك اياه من اوله لاخره. ليه؟ لانه عاش الحدث بعقله وبسمعه وبنظره وكان مركز. فنحن مجرد ركزنا على الماده شو ما كانت هي وقدرنا نحن نجزئها ونعملها بشكل فصول وبشكل منطقي، نعرف محتواها بشكل عام، مخنا رح يساعدنا. نعم.
طيب خلينا هيك نحكي اكثر بشكل عملي. على ايام وقت كنت بكالوريا بتذكر هو كان كتاب مقسم لفراغيه، مثلثات، جبر الى اخره، ما بعرف اذا تغير ولا لا. خلينا نحكي بشكل عملي. في اشعه وفي اشعه وفي جبر وفي تحليل. تمام، معناته الاقسام بعدها موجوده، يمكن اختلفت مسمياتها. تقنيات اليوم دراسه ماده الرياضيات برايك كيف لازم تكون؟ في اشخاص مثلا بيقولوا لك انه انا بدرس بحث من هون بحث من هون لا تخلص ماده الرياضيات كلياتها. في اشخاص بيمسكوا كل قسم لحاله لا يخلص، بيقول لك انا ضمنت علامته. ماده الرياضيات كمان تندرس مع مواد ثانيه ضمن الجدول الدراسي ولا لا انت بتفضلي انه هي انت مخصص دراسه الرياضيات فخليها رياضيات لا تخلص من هاي الماده؟ هلا هون بترجع للمخطط اللي حاطه الطالب. الرياضيات لا تنفصل، هي كتله واحده بالنهايه، ما فيني اقول انا بدي ركز على الاشعه واترك التحليل، هي بالنهايه كتله واحده. فالطالب هو اذا بيحب يدرس ماده حفظيه خلينا نقول مثلا، في يحفظ الماده الحفظيه ويترك الرياضيات لانه هي تحليليه، هي عمليه ادراكيه، هي عمليه استنتاجيه، فشي طبيعي انه هو يقدر يدمج ماده ثانيه. فبترجع للمخطط اللي حاطه الطالب باولويات دراسته. انا بالنسبه لي الرياضيات بعتبرها متعه، حتى الدراسه كلها بعتبرها متعه، لاني انا في عندي شغف، اني انا عندي حافز، عندي اصرار، اعرف شو حاطين لي بهالكتاب. انا كثير بكون سعيده وقت انا مثلا ما بعرف حل شغله وبحط راسي وبنوب. بنصحها لكل الطلاب، هي كثير طلاب بيقولوا ما عم نعرف نحل، خصوصا بماده الرياضيات لانه متشعبه. انا بنصحهم ما في شيء ما بنقدر نحله، فيك تاخذي استرخاء على الاقل ربع ساعه ساعه وترجعي انت بعد هذا ترجعي بتلاحظي انه المعلومه انحلت معك. انا بتمنى هاي الطالب يشتغلوا عليها، خصوصا وقت بتكون دراستهم منظمه من الخمسه لثمانيه، هون بكون مخنا تماما متفرغ انه يستوعب معلومات جديده. والمشكله اللي هو عم يعاني منها وما عم بيقدر يجاوب عليها، معلي حط راسه ونام ولو انه ساعه ويرجع للحل. الحل راح يكون الرياضيات ماده كثير رائعه وبنقدر ندرسها باكثر من طريقه واكثر. ونحن كثير في عنا علماء، اديسون كان يحط راسه وينام وقت يعني شغل اي معينه كان يحط راسه وينام، في قلق يلحل قدامه. ماده الرياضيات حصرا حلوله بقلبه. فبتمنى للطلاب انهم ياخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، انه ما في شيء بالرياضيات صعب طالما انا قدران فكر وحط المشكله وحط رؤوس الاقلام اللي هي ما عم تقدر تساعدني. نحن الطالب وكانه ماده الرياضيات عن جد بحسه يا لطيف شيء يعني صعب صعب. لا ما في شيء صعب طالما نحن مسلسلين الامور وعندنا اساس وعندنا رتابه وعندنا تسلسل منطقي. ما هي ام الرياضيات، هي ام الحياه. نعم، يعني معنويا دعمناهم منيح للطلاب اليوم بحلقتنا ومع حضرتك، ولكن خلينا نحكي عمليا على ارض الواقع. شو هو البرنامج الصحيح يلي نحن لازم نحطه؟ حكينا عن الساعات، حكينا انه نحن لازم نستوعب، حكينا دوافع كثيره، ولكن على ارض الواقع بيقول لك الطالب انا ما بعرف احط برنامج للرياضيات، ما بعرف من وين بدي بلش. يمكن هدول الخطوات الاولى هيك خلينا بس نركز عليهم بمسمياتهم، كيف نبلش؟ واكيد الرياضيات فيه مواد حفظيه، ايمت الطالب لازم يركز على المواد الحفظيه اكثر؟ لقلك شغله، هلا نحن عندنا نوعين من الذاكره، الذاكره اللحظيه اللي هلا انت عم تاخذي المعلومه فيها، وعندك الذاكره بعيده المدى اللي انت خلينا نقول المخزن. أنا أي طالب وبرجع بركز مو بس مادة الرياضيات، لازم يكون عنا عملية ربط ما بين الذاكرة حالية والذاكرة. كيف أنا أخذت هالمعلومة قريتها، بعد ساعة لازم أخذ استرخاء بريك 10 دقائق، اشربي كيلي اعملي اللي بدك إياه، بس لازم كل بين كل ساعة وساعة أخذ 10 دقائق. هاي واحدة. اثنين، بس أرجع عيد نفس المعلومة، أرجع بعد 24 ساعة عيد المعلومة، ارجع بعد 3 أسابيع عيد المعلومة، بعد 3 أشهر عيد المعلومة. ليش نحن بالامتحان بالمدارس عنا امتحانات شفهية، مذاكرة تانية، مشان وقت أنا بتبع أسلوب التكرار المتباعد بمسافات متباعدة، الرابطة اللحظية بترتبط باللاحظة القديمة اللي هي المخزن، أنا متأكدة ما عاد رح ينسوا. فبتمنى نعيد بتكرار متباعد، هذا الشيء بيساعدنا على حفظ المعلومة وما نعود ننساها. ممكن الطالب اللي بيحس حاله أنه عم ينسى وما عم بيقدر يستوعب، ممكن ورقة وقلم، يمكن بشكل قصة، أنا قلت له قصة احفظها بشكل قصة، يمكن بشكل لحن. وياما أنا قوانين الفيزياء
بحفظهم اياها بشكل نكته، مثلا على سبيل المثال الطاقه الحركيه نصف كيلو سكر خلص. يعني انا القوانين ببرمجها صوريه او كلاميه وبحط لهم اياها بقاموس كلمه مفتاحيه صدقوني ما بعود ينسوها. وهي اللي بنتعب عليها نحن، الكلام المفتاحي يلي هو الطالب من خلاله بيقدر يتذكر كل شيء. بنعمل له خريطه لإلها ليله الامتحان بتذكرها تماما. طيب بمادة الرياضيات، ويمكن في بعض الأشخاص هلأ طلاب عم يعانوا من ضيق الوقت، لازم يجربوا كل تمارين الرياضيات يرجعوا يعيدوها كلياتها، ولا بكفي تمرين عن كل فكرة أو كل نموذج؟ يعني بنلاقي في طلاب عندهم وسواس أنه أنا في تمرينين ثلاثة مثلا ما جربتهم ما رجعت حليتهم. هلأ نحن بمادة الرياضيات حسنا هي عالم، كل ما اعطيتيه كل ما كان احسن، كل ما حل كل ما كان افضل. الرياضيات ما بتوقف لا على تمرين ولا على تمرينين، الرياضيات فيك تخلقي من تمرين تمرين وتمرين وتمرين، كل ما دربنا اكثر كل ما دربنا الذاكره اكثر. والذاكره كل ما استخدمتيها اكثر كل ما عانتك اكثر، بالعكس قادره تستوعب تدريبات كثيره، وكل ما عاد قلت لك انا يفضل انه يعاد، اوكي في تمارين كثيره بتنعاد، التكرار يخلق تكرار، مثل الآلة أنت اللي عم تشغليها دائما دائما، بس بشرط يكون في صيانة. شلون الصيانة؟ إني أنا ما أتعب عقلي كتير كتير، كمان أنا من حقه يرتاح. يعني بس حس حالي أنا عم بكتب كتير وعم بقرأ كتير وعم بحل تمارين كتير، وياما طلاب يقولوا فتنا بالحيط. طب هي الكلمة ليه؟ شو فتنا بالحيط؟ لا ما بصير نحن نقول هي فتنا بالحيط، عن جد بتعطي إعاز للعقل اللاواعي بتفوتي بالحيط. مثل واحد بيقول لك بكره انا ما رح اطلع منيح بالامتحان، عن جد بيطلع مو منيح لانه عطى إعاز لنفسه. فبتمنى نحن نعطي إعازات، نحن نحل ونشتغل على حالنا اكثر، ونحن قادرين وبكره رح نحل ورح ما رح يوقف شيء، لانه واثقين من نفسنا واثقين من قدراتنا وعملنا اللي علينا. اكيد وطاقه ايجابيه بنعطيها لكل طلابنا. اكيد الطاقه الايجابيه فيك الصبح، وأنا هذا الاسترخاء بعمل كتير عليه، بس حتى بالامتحانات بقلب الامتحانات بقول للطالب بس تحس حالك أنت ضيعت ما عاد نسيت، استرخي خذ نفس عميق قد ما بتقدر وحاول تلق نفس حتى تخلص من التوتر، لأنه بتعرفي طلابنا أول ما بفوتوا يا لطيف توتر وخوف لا أبدا، نحن قادرين رب العالمين معنا ونيتنا صافية وقد قويين. شو الامتحان؟ هو لعبة جميلة، نحن بدنا نعيش لنحقق هدفنا بالحياة. نعم، يعني نحن بدنا نتمنى لكل طلابنا انه يجيبوا العلامات اللي هن اكيد ان شاء الله بيطمحوا فيها، ويفوتوا الفروع اللي هن بدهم اياها، وبدنا نتمنى لهم التوفيق. يعني ضغوطات كثير صعبة عم نمرق فيها بحياتنا، يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يكون معهم لكل طلابنا ويسهل عليهم هالايام الصعبة، اخر ايام كثير صعبة بتكون قبل الفحص. نشكرك كثير، شكرا كثير لوجودك معنا، واهلا وسهلا. شكرا كثير لكم، انا اسعد، شكرا كثير، بالتوفيق للجميع يا رب. شكرا كثير لك ولكل المعلومات والطاقه اللي منحتينا اياها، ودائما بنقول صح الامتحانات مثل ما بيقولوا الاهل انه هي فتره مصيريه بس ما نهايه العالم، يعني في وقت منيح كمان ليداركوا اي نقص عندهم. شكرا كثير، شكرا كثير لكم، فرصه سعيده للجميع. أهلا، شكرا، اهلا وسهلا. لهون نرمين بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا الصباحي، بدي أتمنى لكم يا رب هيك نهاية عطلة جميلة على كل الناس، ويا رب هيك أيامكم الجاية تكون أحسن، وكل التوفيق لطلابنا، شدوا الهمة ودرسوا منيح لأنه أكيد رح تنجحوا ويطلع لكم الفروع اللي بتكون ياها. بدي أتمنى لك نهار حلو يا نرمين. شكرا كثير لك ليا، وأنا كمان بدي أتمنى بقية نهار ظريف لكل المشاهدية الإخبارية السورية، وأكيد التوفيق لكل الناس اللي عندهم أشغال وامتحانات بالأيام الجاية. تبقوا بألف خير، باي 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 باي.